فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات هي من باب التدريس؟ كيف؟ هل الإضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات وتوضع على البضائع تعتبر من باب التدريس؟ لا، الإضاءة ما تعتبر من التدريس، اللي يعتبر من التدريس ما يكون على البضاعة من تزويق ومن صبغة ومن كذا وكذا، أما الكهرباء هذا ما هو تدريس. نعم.